إريكسون يعني في الآخر عملية جراحية وفي احتمالات فيه يلعب بدل ما يكملش. ده الانتر مش عايزين يلعبوه، الانتر قال لك قالك يعني هو قالك هياخد سنة ما يلعبش باين لا، قال كورة لك ولا الانتر لا، واضح إن هو ممكن يعني ما يلعبش كورة تاني. وده الانتر ده كمان 90% ممكن يحصل، خلي بالك برضه إن هو أنت حاطط لك جهاز ينشط القلب لو حصل لا قدر الله حاجة تاني، تبقى صعبة الحاجات دي. يمكن موقف صعب قوي ها؟ يعني موقف خلي بالك في موقف كده حصل قبل كده مع منتخب كبير، موقف حصل بس مش بنفس أنا الشكل مع مع ديلي كانو. بلند. لا ومع كانو كانو قاعد يلعب في اكس كتير جدا، واول ما راح الانتر بيعمل كشف لقى انه عنده مشكله في القلب بس كبير، رجع لعب بعديها وخلوا له فديجة، لعب كتير طبعا فديجة لعب كتير فديجة وخلوا من له الانتر فديجه نفس الكلام اول ما راح الانتر. وعمرو زكي فتره بالتالي عمرو جاله حاجه برضه بس كان عضم القلب كبيره عمرو قال لك راح المجهود الدوري الانجليزي بس ما منعتوش الحمد لله يعني. ففي حاجات بواضح ان بتقدر تكمل وفي حاجات ما بتكملش. لا على فكره في ايطاليا يعني اللي انا بقى عرفته لما دخلت دورت في ايطاليا ممنوع ان انت تلعب بالجهاز بالجهاز ده، عشان كده هو ريسك كبير قوي. فديجا ما رضوش يلعبوه حتى بعد ما عملوا له عمليه وكده، كان خلاص ممكن يلعب ما رضوش يلعبوه. هو كان ساعتها فديجا عنده 24 سنه 25 سنه، كان جاي من لانس، ونفس الكلام دلوقتي مع اريكسن. كل التقارير بتقول ان هو مش هيرضوا يلعبوه بالتالي، لو عايز يلعب ما لازم يمشي من ايطاليا. قرار صعب وقرار اصعب وقرار بس هو في الاخر قرار طبي يعني مش قرار نادي. انا شايف ان هو الدكتور او الدكاتره هم اللي يحددوا يقدر يلعب ولا لا مش النادي. الحاجات دي حاسس ما فيهاش الحاجات دي الحاجات دي يعني لا حاجه ما فيهاش لعيب يدوس على نفسه وعسيله. لا دي هتشوف ايه يعني ما لهاش حاجه، ده القلب ملوش هزار يعني. فعشان كده بقول لك اعتقد الحاجات دي اللي يحددها الدكتور مش النادي حتى يعني. النادي ممكن في يعني لو ميدو بيقول لك ايطاليا ما بتشترط ما يلعبش، ممكن في انجلترا يلعب بغض النظر يلعب، بس لازم الدكتور هو اللي يقول له تقدر تلعب ولا لا، او الجهاز ده يقدر يلعبك ولا لا يعني. بس خليك في الاخر عايز اقول لك حاجه يا سيف، طبعا الريسك وانت الهارت بيت بتاعك او الهارت ريت بتاعك عالي او البالس بتاعك دايما عالي وانت بتلعب بتاع اعلى سنه، بس اي حد فينا ممكن يموت ونايم في السرير يعني. ويعني ايوه بس انا قصدي يعني مش هياخدوا كده يعني، هم بيعملوا كشف طبي مش هتقول لهم احنا لا يعني ما يعني ما لا الناس تاخد بالاسباب يعني. يعني لازم تكون اوريدي الامور ماشيه او كتير تتبين وبعد كده تبتدي تاخد بقى الريسك. بص هو اقرب حدث حصل في توتنهام فابريس موامبا لعيب نادي بولتون، وبرده الدكاتره في دكاتره قالت ان هو ممكن يلعب تاني، وبرده خد المكنه دي وما لعبش تاني من ساعتها.